إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. واعلموا رحمكم الله أننا كنا في أيام فاضلة، كنا في العشر المعلومات وفي الأيام المعدودات، وكنا في ذكر الله تعالى وتسبيحه وتحميده وتمجيده وتهليله، وكان المسلمون قد أدوا فريضة الحج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وعمله متقبلا، ويرده إلى أوطانهم سالمين غانمين. عباد الله، سنتحدث إن شاء الله في موضوع مهم جدا، وهو موضوع المداومة في عمل الطاعات. الإنسان المسلم إذا كان قد فرغ من طاعة فعليه أن يداوم على هذه الطاعة التي كان عليها. فرحمكم الله تبارك وتعالى، إن المداومة على الطاعات لها فضل عظيم، وأنها من صفات المؤمنين الجادين الذين قال الله تبارك وتعالى في وصفهم الذين هم على صلاتهم دائمون. قال السعدي رحمه الله: أي يداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها إلا يسلي، أو يفعلها وقتا دون وقت، أو يفعلها على وجه الناقص. فالمداومة على الطاعات وعلى رأسها الصلاة من صفات عباد الله الموفقين، وهي وصية الله عز وجل لخير خلقه، وخير خلقه هم الأنبياء والرسل صلوات ربنا وسلامه عليهم، حيث جاء في القرآن: أو عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي ليداوم عليهما، ليداوم على الصلاة والزكاة ما دام هو على قيد الحياة. وقد أمر الله تبارك وتعالى سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال:
ومن داوم على
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس
فقد غاب. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. صلى الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.